يوم سمعت أحد الصحفيين يقول كلاما عجيبا، بيقول المتدين لا يمكن بطبعه أن يحب وطنا. تخيلوا معايا حجم الهراء الذي يبث في أسماع الناس. المتدين لا يمكن أن يحب وطنه. يا أخي عدل العبارة، ده المتدين أكثر الناس حبا لوطنه، وأكثر الناس دفاعا عن وطنه، وأكثر الناس نخوة وغيرة على وطنه. ولما نراجع تاريخ كل الحروب العربية الحديثة التي خاضتها الجيوش العربية عبر 60 أو 70 أو 100 سنة أخيرة، قوام الجيوش العربية كان من أناس وصلوا قلوبهم بالله. أما اللي هيدافع عن الوطن دفاعا عن إيه؟ إيه المعتقد أو العقيدة التي تحفزه لأن يدافع عن وطنه وأن يدافع عن حدود بلاده؟ ولا هندخله بداخل خرب مفهوش عقائد خالص؟ طب والداخل الخارب ده يضمن لنا جنديا قويا في المعارك والحروب؟ الصحفي اللي قال الكلام ده النهاردة عصرا إن المتدين بطبعه ليس محبا للأوطان، كان يعرف أنه يسرب للرأي العام هراء وعبثا وكلاما وتخليطا لا يقال. وإلا هل في القرآن أو في السنة ما يناقض حب الأوطان؟ طب جبت الكلام ده منين؟ هل آنست في المتدينين الذين يعتزون بمصحفهم ويعتزون بميراثهم ويعتزون بقرآنهم وسنتهم، هل آنست فيهم بغضا أو كراهية للأوطان؟ طب ما تجيب دليل، ولا المسائل بتتقال من غير أي أدلة وكله بيجلس أمام الكاميرا ويقول ما شاء في من شاء. والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. ده دليل على حب الأرض والأوطان ولا دليل على كره الأوطان؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم يجبر على الخروج من مكة فيتلفت إليها وهو يهاجر خارجا منها بعين ذارفة دامعة، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ده حب للوطن ولا كره للوطن؟ هم اللي دفعوا عن الأوطان في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي المغرب العربي، هات التاريخ كله، ما كانش فيهم في طليعتهم الوطنية متدينون يحبون قرآنهم وسنتهم؟ ما تبص يا أخي وتراجع التاريخ. إذن برنامج المبادرة يحاول أن يعالج حالة الشق المجتمعي التي حدثت في محنة كبيرة.